السلام عليكم أعزائنا الطلبة، أنا بدينا بدروس الاتصال العصبي. برك كاينة حاجة يلزم نخبركم بها، ماذا بيكم أي طالب تعرفوه راه ضعيف في الاتصال العصبي خبروه باش يبدا يقرا الاتصال العصبي من بداية الفيديوهات، ما تخلوش حتى نكملوا الفيديوهات من بعد يبداو يبحثوا لي يا أستاذ هذا من شفنا الدروس تاع المناعة وقالوا لي بلي فهمنا عندك مناعة بصح جاونا طوال إلى آخره. معناتها من الأفضل شارك باش زميلك يستفاد، هذا واش راني حاب نقول لكم. معناتها خبروا زملائك لكم باش يبداو معاكم الاتصال العصبي منذ البدايه، هذا واش راني حاب نقول لكم. وان شاء الله ربي يوفقنا، وديروا في حسابكم حاجه بلي نخدم بالمهام المركبه، يعني الطريقه توافق التمارين تاع البكالوريا كونسونطري، هذا مكان وتتعلموا باذن الرحمن ويجيكم كلش سهل. السلام عليكم.